وأما الجبرية فهم الجهمية ومن أخذ بقولهم فهم على النقيض، يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد، ويقولون العبد مجبور ليس له اختيار في أفعاله، وإنما هو يحرك كما تحرك الريشة في الهواء، أو هو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه وليس له اختيار. فهم غلوا في إثبات القدر وإرادة الله سبحانه وتعالى، ونفوا أفعال العباد، اعتبروهم مجبرين على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة، ولذلك سموا بالجبرية، أنهم يقولون بالجبر.